نشرة منتصف الليل، مشاهدينا أهلا بكم. البداية بالعالم. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يقرر تزويد لبنان الشقيقة وبشكل فوري بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد. الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر المقبل تتواصل باستعراض المترشحين الثلاثة لبرامجهم الانتخابية في تجمعات شعبية ولقاءات جوارية. ضمن مساعي الدولة لتقريب الميثاق الصحي من المواطن، هياكل صحية بخدمات نوعية للتكفل الأفضل بالمرضى بولايتي المغير ووهران. تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية، شحن مساعدات إنسانية على متن 4 طائرات عسكرية نحو النيجر. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. بداية وبتكليف من رئيس الجمهورية، أجرى الوزير الأول نذير العرباوي أمس مكالمة هاتفية مع رئيس حكومة الجمهورية اللبنانية الشقيقة السيد نجيب ميقاتي لإبلاغه بالقرار الصادر عن رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بالوقوف إلى جانب لبنان الشقيقة في هذه الظروف العصيبة من خلال تزويد لبنان الشقيق بشكل فوري بكميات من الفيول من أجل تشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية وإعادة التيار الكهربائي في البلاد. هذا وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان عن انقطاع التيار الكهربائي عن جميع الأراضي اللبنانية جراء نفاد الوقود، حيث شمل هذا الانقطاع كافة المرافق الرئيسة في البلاد على غرار مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت ومرافق ضخ مياه الشرب وغيرها من المرافق الحيوية. الانقطاع التام للتيار الكهربائي جاء بعد توقف جميع الوحدات الإنتاجية لمؤسسة كهرباء لبنان واستنفاذ جميع الإجراءات الاحترازية من أجل إطالة فترة إنتاج الطاقة بأقصى حدودها الممكنة. إلى ملف الرئاسيات والحملة الانتخابية التي أدركت يومها الرابع، حيث يواصل المترشحون الثلاثة عرض برامجهم الانتخابية في تجمعات شعبية ولقاءات جوارية عبر مختلف ولايات الوطن. نشط أمس مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش تجمعا شعبيا بمليانة بولاية عين الدفلة، المتابعة لسونيا غاسي. الثقة. يراهن المترشح يوسف أوشيش على عامل إشراك الجميع دون إقصاء في مسار البناء، حسب ما أكده في خطاباته خلال التجمعات الشعبية والخرجات الجوارية. الأوان باش نعاودوا نرجعوا لمؤسسات الدولة هيبتهم، والسلطة الوحيدة تكون سلطة الدولة، وسلطة الدولة تكون مستمدة من القانون، والقانون يكون مستمد من الشعب. هذا هو البرنامج اللي ناضل عليه حسين أي تحمد وأمثاله وإخوانه في النضال. هذا هو البرنامج الذي نقترحه اليوم على الجزائريات والجزائريين باش نعاودوا نبنيوا السيادة الشعبية. اليوم ما يمكنش أننا نقويوا الدفاعات المناعية تاع البلاد، ما يمكنش ندافعوا على أمن القومي ولا نبنيوا جبهة وطنية تكون بالمرصاد لكل من حاب يضرب استقرار الوطن، إلى ما عطيناش
للجزائريات والجزائريين الفرصة باش يشاركوا في تسيير أمورهم اليومية. شاركنا باش نحافظوا على مساحات التعبير الحر في البلاد. شاركنا باش نحافظوا على الفضاءات الديمقراطية واللي راهي اليوم في تقلص مستمر إلى حد تغييبها في بعض المجالات وفي بعض الأحيان. حنا قلنا ما نقدروش نبنيو التطور الازدهار إلى ما كانتش الديمقراطية والحرية. ما نقدروش نطلعوا للرقي الاجتماعي إلى ما كانتش دولة القانون اللي تضمن العدالة الاجتماعية. كما أكد أوشيش أن الدفاع عن الطبقات الهشة والفئات المهمشة سيكون ضمن أولويات برنامجه رؤية، وسيجسده يضيف في حال وصوله للسلطة. كما نشط المترشح الحر عبد المجيد تبون تجمعا شعبيا جهويا بولاية قسنطينة تابعه وليد ساري. المواطن أساس كل البرامج والمخططات التنموية، والاهتمام بانشغالاته أولى الأولويات، توجه أكد عليه المترشح الحر عبد المجيد تبون من قسنطينة. نراجع القدرة الشرائية، مازال نزيد نرفع في الأجور، نقوي القدرة الشرائية، نقويها بمحاربة المضاربة، نواصل محاربة المضاربة، تسقيف الأسعار، تقوية الدينار الجزائري. وصلنا الحمد لله اليوم في البحر الأبيض المتوسط ولا واحد، وصل النسبة المئوية نتاعنا تاع النمو الاقتصادي 4.2. باش ما يشوبه ليكمش الأوضاع، ماهوش السعر تاع البترول اللي جابها، لأن الكارثة كانت موجودة في البلاد لما البترول كان يدير 140 دولار البرميل، ماهوش سعر، هو الوعي، نزاهة، ومال العام لا يمس، ما حرام. نوصل هذه النتيجة خصنا نزيدوا نخدموا أكثر، نعملوا أكثر، نقويوا اقتصادنا، نقويوا الاستثمار، نقويوا المداخل نتاع البلاد باش تصرف مصاريف هذو إن شاء الله. أنا تواعدت وراني شاد في كلامي، لأن احنا نقولوا الراجل يتعلق من لسانه، خلاص اقتصادنا أصبح هو الاقتصاد الثالث في أفريقيا، ومازال يزيد يطلع إن شاء الله، مازال يزيد يطلع، لأن بالعمل والبرنامج اللي مسطرينه الدخل القومي تاع البلاد يطلع ل 400 مليار دولار. ما نتخلاوش على فلسطين بصفة عامة وعلى غزة بصفة خاصة. الجيش راه جاهز، مجرد ما يفتحوا لنا الحدود ويسمحوا للحافلات نتاعنا الشاحنات باش تدخل، باش نبني في ظرف 20 يوم 3 مستشفيات. هي تعهدات أكد المترشح الحر عبد المجيد تبون أنها لن تبقى مجرد التزام سياسي، بل واقعا معاشا وحقيقة يلمسها المواطن في كل مناحي الحياة. من جهته نشط المترشح عبد العالي حساني شريفة تجمعا شعبيا بولاية قسنطينة. زكريا مهوبي. من قسنطينة دعا مرشح حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن شريف إلى مشاركة شعبية كبيرة في الانتخابات التي وصفها بالحاسمة والدقيقة نظرا للسياق الذي تأتي فيه. كل هذه الأحداث يا إخواني تجعل من هذه الانتخابات انتخابات حاسمة ودقيقة. وش دخل هذه الانتخابات في أننا تكون حاسمة ودقيقة؟ لأننا نحتاج إلى رئيس شرعي، شرعية الشعب وليست شرعية الانتخابات الإدارية. لازم يكون رئيس منتخب من طرف الشعب، وما يكونش منتخب من طرف فئة قليلة من الشعب. لازمنا نواجه دعاة المقاطعة، سواء الذين تخندقوا في الصف اللي راهم يدعوا الناس ما يروحوش للانتخابات وباش يضعفوا البلاد، واش يضعفوا التوجهات الكبرى في البلاد، ولا الناس اللي راهم يشوهوا في العملية الانتخابية بسلوكاتهم الاستفزازية الوقحة
التي لا ترقى إلى الأخلاق السياسية، أخلاق التنافس السياسي. ولذلك إخواني الأفاضل، إحنا دورنا ترشحنا باش نأكدوا على أننا نعزز الديمقراطية. لازم نحافظوا على المكسب الديمقراطي، لازم تكون هناك تعددية. لو كان جينا في انتخابات محسومة، لو كان خيرنا الخيار تاع بكري قبل التعددية، نروحوا نرشح واحد فريد ونديروا له نعم ولا، ونخرجوها 99.99 والمشاركة 99.99. لا، نحن ناضلنا من أجل الديمقراطية، وناضلنا من أجل التعددية، وسنبقى نناضل من أجل التعددية والديمقراطية والحرية. ولا يمكن أن نترك الوطن للوحدية، ولا يمكن أن نترك الوطن للتحكم. سنبقى نناضل من أجل أن تبقى البلد بلد ديمقراطي حقيقي، ديمقراطية نفتخر بها كل الجزائريين أمام كل الدول. هذه الديمقراطية تزعج خصومنا في كل مكان، تزعج الدول المستبدة، تزعج الدول التي تحكم قبضتها على شعوبها. نحن في دولة ديمقراطية، وكان ذلك في بيان أول نوفمبر. وبعد الثناء على قسنطينة كحاضرة علمية وثقافية، أكد حسن شريف على أن من أولوياته القصوى إصلاح التعليم بكل أطواره وتعزيز مكانة المعلمين والأساتذة. هذا وتذكر السلطة الوطنية للانتخابات بالإجراءات الواجب اتباعها في إطار تنظيم التجمعات من قبل المترشحين أو لفائدتهم في إطار الحملة ذاتها. أولاً، لابد أن يقدم طلب عقد تجمع في إطار حملة انتخابية من قبل ممثل المترشح المؤهل قانوناً لدى مصالح الولاية المعنية. ثانياً، يمنح ترخيص الاجتماع العمومي في إطار الحملة الانتخابية من قبل مصالح الولاية المؤهلة بعد استكمال الإجراءات المعمول بها وفقا للتشريع الساري المفعول، ويبلغ للمنسق الولائي المختص. ثالثا، يحدد توقيت الاجتماع العمومي في الترخيص الذي تمنحه مصالح الولاية مع مراعاة الظروف المناخية في حال طلب تأخير ساعة اختتام التجمع إلى الليل. رابعاً، يمنح المنسق الولائي القاعة أو الموقع الذي هو محل طلب من قبل ممثل المترشح المؤهل قانوناً بعد الاطلاع على الترخيص المشار إليه أعلاه الممنوح من لممثل المترشح. خامساً، لابد التأكيد على أن التجمعات العمومية بمناسبة الحملة الانتخابية تكون باسم المترشح للانتخابات الرئاسية المسبقة ولفائدته دون سواه. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية وفي إطار التضامن مع دول الجوار وتعزيزا لأواصر الصداقة بين الجزائر والنيجر، تم بالقاعدة الجوية العسكرية بوفريك شحن مساعدات إنسانية متمثلة أساسا في مواد غذائية، أدوية وأفرشة وخيام على متن 4 طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية باتجاه العاصمة نيامي. العملية تمت تحت إشراف الهلال الأحمر الجزائري. تنفيذاً لتعليمات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم نقوم بشحن مجموعة من المساعدات الإنسانية على متن 4 طائرات تابعة للقوات الجوية الجزائرية إلى دولة النيجر الشقيقة. المساعدات متكونة أساساً من أدوية، أفرشة، أغطية، خيم، وكذلك مساعدات من مواد غذائية. ضمن مساعي الدولة لتقريب المرفق الصحي من المواطن، تعد المؤسسة الاستشفائية العمومية الدكتور فرادي محمد بن عمار بكديل ولاية وهران تعد من المرافق الصحية الهامة بمختلف التخصصات وبتجهيزات تكنولوجية حديثة ضمانا لتكفل أمثل بالمرضى. خير أبو طالب.
تعد المؤسسة العمومية الاستشفائية الدكتور فرادي محمد 240 سرير بيكديل من بين المرافق الصحية الهامة التي تعززت بها المنطقة وفق المعايير العالمية، ومكسب صحي سيحقق الإضافة والنوعية في تقديم الخدمات وتخفيف الضغط على المستشفيات الأخرى بولاية وهران. استقبال عندهم مليح، تطلعوا فيا الطب الله يبارك ما شاء الله، التعامل أعطوني الدواء الحمد لله. كنت خدام في الشونتي، أيا طحت مرت جيت هنايا الله يبارك، هنا معاملة شابة، في أي وقت تجي فوت التيكي تاعي فوت في أونيرجون. طاقة الاستيعاب تاع هذا المستشفى هي 240 سرير. في مصلحة الاستعجالات الطبية نستقبل يوميا تقريبا حتى نوصل حتى 250 إلى 300 مريض. كل برامج تم تطبيقها في هذا المستشفى، من الرقمنة، من عملية الفرز، عملية الرقمنة، في كل المصالح الاستشفائية من الاستعجالات إلى المصالح الاستشفائية. هذا الهيكل الصحي تم تجهيزه بأحدث المعدات الطبية والتكنولوجية، بالإضافة إلى فتح 17 مصلحة بتخصصات عديدة للتكفل الأمثلي بالمرضى. قاموا بنا وكان عندي الحلوة، ولكن الحمد لله اليوم راهم يعالجوا فيها. نشكر الدولة تاعنا ونشكر الطب. كلهم واقفون، خاصة من حيث المديرة، من حيث الأطباء، من الممرضات، قاع يقوموا بالواجب تاعهم. نقوموا هنايا يوميا بثلاثة حتى أربعة عمليات في اليوم. نديروا عمليات كلاسيكية، شيروجي كلاسيك، نديروا العمليات الجراحية بالمنظار لاسيليو شيروجي. حلينا وحدة القدم الديابيتيك، حليناه، وثاني حلينا السكان المنطقة تاع قديل وحدة الأورام، والتكفل بهم ناتشورالمون من الناحية الطبية والبسيكولوجية. هذه المشاريع من شأنها تعزيز ولاية وهران بهياكل صحية حديثة وتجسيد التزام الدولة نحو المواطنين. في الانشغالية الصحية دائما، مركز تصفية الدم بدائرة جامعة بولاية المغير مرفق صحي مجهز بأطقم طبية وشبه طبية يقدم خدمات نوعية لمرضى القصور الكلوية. حمزة ملوح. منذ دخوله حيز الخدمة أواخر سنة 2017، يقدم مركز تصفية الدم بدائرة جامعة ولاية المغير خدمات صحية متواصلة لمرضى القصور الكلوي القاطنين بالدائرة. عندي 3 سنين من 2021 وأنا هنا، والله لاباس الحمد لله، ما عندي ما نشكي تقريب، الحمد لله المعاملة مليحة والماتريال مليح. عندي 2 عامين دوكا دياليزي السيرفيس، اللهم لك الحمد لاباس. بالنسبه للطب الافرام كل رحمه ربي، خدمات جيده جدا، والطواقم يعني يقوم بخدمات جباره يعني وما شاء الله. قلت كي غير قايت التصنيف عندما يعني يكون ميزانيه مليحه الخدمات يعني شان حسن. ومن أجل تكفل صحي أمثل سطر القائمون على المركز برنامجا خاصا يرتكز على نظام التفويج تفاديا للاكتظاظ وتلبية لاحتياجات جميع المرضى. 64 مريض موزعين يعني على 4 أفواج بالتناوب يعني يوم بيوم تتم عملية التصفية. كل العاملين يعني واقفين على قدم وساق من أجل تقديم خدمات طبية راقية، خاصة لفئة الناس اللي رام يخضعوا لعملية تصفية الدم. 21 جهاز تصفية موزعين على قاعتي علاج، إحداها للحالات الاستعجالية، وأطباء عمون ومختصون وممرضون وعمال صيانة واقفون على كل كبيرة وصغيرة. دوليا، وفي جديد ملف الصحراء الغربية، أعربت حكومة جمهورية ناميبيا عن قلقها العميق وخيبة أملها إزاء القرار الذي اتخذته الحكومة الفرنسية بشأن قضية الصحراء الغربية العادلة، معتبرة القرار ازدراء صارخا بمبادئ القانون الدولي وخاصة الحق في تقرير المصير، وهو طموح طويل الأمد للشعب الصحراوي. في الأراضي الفلسطينية المحتلة يواصل الكيان الصهيوني حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة.
قصف صهيوني متواصل يطال مخيم النازحين والأبراج السكنية بدير البلح وخان يونس وسط القطاع، يسفر عن ارتقاء العديد من الشهداء في سلسلة مجازر جديدة بحق الأطفال والأبرياء العزل. قصف أجبر النازحين الفلسطينيين إلى التنقل عدة مرات بحثاً عن مكان آمن في غزة، حيث لا أمن ولا ملجأ يحتمى به. مراسلنا من غزة وسام أبو زيد. على بعد أمتار من خيام النازحين شمال مدينة خان يونس جنوبي القطاع، هكذا تنهال صواريخ الموت على الشعب الفلسطيني من الطائرات الإسرائيلية التي تتلبد بشتى أنواعها في سماء غزة. إطلاق نار من طائرات الكواد كابتر، من الطائرات الحربية تقصف بمدينة حمد، ورانا كل دقيقة هو برج نازل. في الأخير قلنا برضو خلينا نصمد لعل وعسى الأمر يكون يعني يقتصر وقت محدود. ما طلعنا لإطلاق النار بين الخيام بين الناس، شهيدة في النونة هذه بعيدة عنا يمكن 15 متر. فمنذ الصباح لم تتوقف المدافع والطائرات عن قصف المنازل السكنية والأبراج، وتصاعدت ألسنة الدخان بعد نسف العشرات منها، وباتت آليات الاحتلال على مشارف مدينتي خان يونس ودير البلح وسط القطاع. أما النازحون فهم يواصلون رحلة المعاناة على وقع القصف الإسرائيلي، وأصبحوا يتنقلون قصرا في اليوم عدة مرات يبحثون عن أماكن آمنة. احنا مش عارف ايش اللي بيصير هذا، احنا في منطقة المواصي، منطقة كلها نازحين وسكان مدنيين، بقول لك اخلي كل شوية، بقول لك اخلي الليلة ما نمناش طول الليل من كتر القصف والخفط والرقع. احنا ايش يا عمي سوينا؟ كل ما بدنا ننقل بدنا 1000 شيكل. ايش اللي بيصير يا عالم؟ هذا منطقة سكنية يا عمي، ومنطقة فيها نازحين ومدنيين كمان، كلهم نسوان ورجال واطفال، وما لهمش دخل في اللي بيصير، وحسبنا الله ونعم الوكيل. مشهد التوغلات البرية تحت وقع القصف أدى حتما إلى ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى الذين وصلوا إلى المستشفيات منذ ساعات الصباح الأولى، مرتكبا الاحتلال سلسلة مجازر جديدة بحق المدنيين. ورغم كل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، إلا أنهم يؤكدون على صبرهم وصمودهم في وجه آلة حرب الاحتلال لينتزعوا حقوقهم من بين أنياب محتل تنصل من كل الأعراف والقوانين الدولية. وسام أبو زيد، التلفزيون الجزائري، فلسطين. في الرياضة، ولحساب ذهب الدور التمهيدي الأول لرابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم، حقق أمس فريق مولودية الجزائر فوزا ثمينا أمام نادي وطنغا الليبيرية بهدفين نظيفين في مباراة جمعتهما بملعب نيلسون مانديلا ببراقب العاصمة. هدف اللقاء سجلهما كل من زكريا دوراي في الدقيقة 7 وكيبري زينون في الدقيقة 41. الفريقان سيلعبان مباراة الإياب في 22 أوت الجارية بالملعب نفسه بداية من 8 مساء. فيما فاز شباب بلوزداد على نادي ليوبار الكونغولي بملعب ألفونس ماسامبا ديبا ببرازافيل بنتيجة هدفين دون رد. هدف شباب بلوزداد سجلهما كل من إسحاق بصوف في الدقيقة 32 ونوفل خاسف في الدقيقة 83 من عمر المباراة، وبذلك قطع ممثل الجزائر نصف تأشيرة الدور التمهيدي الثاني لمنافسة دور أبطال إفريقيا في انتظار مواجهة الإياب المقررة مطلع الأسبوع المقبل بملعب نيلسون مانديلا ببراقي العاصمة. ونختم من ولاية تيزي وزو، حيث ينبعث من قرية الساحل عبق فاكهة التين الشوكية التي تجمل بها مهرجان الولاية. عن الفوائد المتنوعة لهذه الفاكهة تحدثنا نبيلة مطرف بصوت سرين علوان. توجه نحو ما هو طبيعي هو ما يشغل المستهلك اليوم، فنجده يلجأ إلى الطبيعة في كل ما هو غذاء ودواء، فكان لفاكهة التين الشوكي مجال لذلك، فتعددت استخداماتها كطعام ودواء علاجي وتجميلي. سكر موصل على ثي لي غيد لي سير لي سيكاتريس لي طاش يتنطويو كيف الفيزاج ديجا يتخدم سبيسيال بور لي كونتور دي جو صابون دانا باز لو فيك دو بارباري
تخدم سلويلني بلوس لا بودغ نداكلاس تكسل صابون وميم تو القماش تكسل السير تكسل الحب تنيطوي دان لا بو بلوس دان القماش زريعه ني نسوفور دزيك سلويل دو بيبان دو فيك دو باربري كي لو بلو شير وي لو موند لا بولب ني نخدمها سو اون دوبل فيرمونتاسيون تحويلي تغلي فينيغر الفينيغر ناتوريل ما إلا ذي قشرني نخمس ونيتود نخمس نسيشيت دونك يتمقض لابودر كومبليمون اليمونتيغ بور لي زانيمو. هذه الفاكهة تأخذنا بمذاقها وشكلها إلى ماض غير بعيد، حيث كانت لأجدادنا عادات في قطفها وفي تناولها واستخداماتها، خاصة إبان الثورة، فكانت دافعا لشباب اليوم لإنشاء مؤسسات مصغرة لاستغلال هذه الفاكهة. ليلى قاشري قنطارا ام بعد سدي بوثا تحت على لاتولي تحت على لاتولي الصباح لما تمدي في زمام تشوفر 20 مليليتر او على كريمي سوا كل شيء سوا في صابونينيس و تواخد تسيت تحذين وفتر غرس اما اما شعر ست اما لابو سكوس القيرة الخرث الناقة تدكسنت اتا وين تعرف مورا في عرار نسنت اتا زنزنت تيك أكار مساقيني نعم نتخذ من الزرب يحجب في وشوجين يحجبي فيران. قرية الساحل وككل عام منذ 10 سنوات تحتفي بهذه الفاكهة، فكان لها مهرجان تعرض فيه شتى الأنواع ومناسبة للتعريف بالمنطقة وعاداتها. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، في أمان الله.